بداية، كيف ستؤثر هذه العقوبات الجديدة على إيران؟ في الأساس إيران أخذت تتأقلم مع العقوبات، وهي منذ فترة طويلة تعيش العقوبات، بعض المرات عقوبات قصوى، بعض المرات تلين. مثلا خلال إدارة بايدن صدرت إيران العام الماضي 35 مليار دولار من النفط، لكن في مطلق الأحوال هذه العقوبات فيها طابع رمزي تحذيري لإيران، ومن ناحية أخرى هي محاولة بعض الشيء للتقليل من موارد إيران. يمكن للولايات المتحدة من جديد أن تلجأ لموضوع النفط، وهناك الآن البرامج الصاروخية والبرامج المسيرات الإيرانية. وأذكر أنه في 2013-2014 عند المفاوضات حول الاتفاق النووي، كانت فرنسا قد طرحت يومها ربط البرنامج الصاروخي بالبرنامج النووي، لكن إدارة أوباما التي كانت متحمسة لإبرام صفقة واتفاق مع إيران تفادت ذلك، ووصلنا الآن إلى ما وصلنا إليه لأن أوروبا تعتبر أن هذا النظام أو البرنامج الصاروخي الإيراني المدعوم من كوريا الشمالية وروسيا والصين لا يشكل تهديدا في إقليم الشرق الأوسط فقط، بل يمكن مع مدى الصواريخ الإيرانية أن يستهدف أوروبا بالذات. نعم، لكن يعني دكتور خطار تحدث بأن هذه العقوبات هي تحذيرية، لكن هذا الأمر يعني أصبح كما تفضلت هو أمر اعتيادي بالنسبة لإيران، لذلك مزيد من العقوبات لا يعني شيئا لإيران. لكن الآن عندما تشتد مثل هكذا عقوبات وتجد إيران نفسها أيضا في ظل ما يجري في الشرق الأوسط بأنها ضمن دائرة الخطر، ألا يعني أيضا هذا ربما تصعيدا عسكريا ربما من جانبها أو من قبل أذرعها؟ أصلا هي تصعد، يعني هي في النهاية من خلال ما تقوم به عبر من تسميهم يعني عناصر محور المقاومة، ويسميهم من يناهض إيران بالأذرع أو الأدوات أو البروكسي باللغة العسكرية. هي في البحر الأحمر، اليوم يقول الحوثي أنه نفذ 14 عملية في البحر الأحمر وخليج عدن. نعلم جيدا أن الحشد الشعبي استهدف قواعد أمريكية، ونتيجة الضربات الأمريكية عادت إيران وقالت له أن يتوقف. ونعلم أن حزب الله يخوض ما يسميه حرب إشغال أو إسناد لغزة منذ 8 أكتوبر. إذن إيران هي في صدد تصعيد دائم. إسرائيل عندما تخطط خطا أحمر معين باستهداف مباشر لقنصلية إيرانية، نحن أمام منعطف، وهذا المنعطف تعمق أكثر بعد ليلة 13-14، ولأول مرة قامت إيران باستهداف أرض إسرائيل بشكل مباشر. نحن إذن في قلب التصعيد بشكل أو بآخر، ولذلك الجانب الأوروبي يحاول من خلال الضغط على إسرائيل، وحتى الضغط من خلال التحالف، لأن كل الغرب أثبت أنه يحمي إسرائيل ويقف إلى جانبها، لكنه لا يريد الذهاب أبعد لتكون الحرب إقليمية. إيران التي كانت تتفادى ذلك حتى لا تقع في فخ نتنياهو الذي يريد استدراجها إلى هذا الأمر، بعد عملية 13-14 الوضع تغير، وهذا كله متصل الآن كما قلتم في مقدمتكم بمسألة توقيت وطبيعة الرد الإسرائيلي.